الحمد لله كان انتصار مهم بعد زوز تعادلات لازمنا نعمل ردة فعل قوية. ردة فعل كانت نتيجة وأداء. نحب نشكر الجمهور اللي فريمون فريمون كان لاعب رقم واحد من الأول المقابلة حتى الآخر المقابلة، أعطاه طاقة كبيرة للاعبين، كان وراهم، كان يساند فيهم، كان يشجع فيهم. الحمد لله فرحناه في المقابلة هذه، لكن هما متوقعين لازمنا نكونوا شاعرين لكونه موسم مازال طويل، موسم طويل ويلزم فيه المداومة وطول النفس، ويزمنا نكونوا كونسيون اللي عندنا عديد من النقائص اللي لازمنا نخدموا عليها، والنقائص هذه باش تتنحى واللي بوان فور باش يقواو يلزمهم كان العمل الجاد والمستمر. حتى ثلاثة نقاط مهمة أكيد تقربك نوعا ما من المقدمة، وحتى هذيك تقرب من المقدمة نوعا ما غتخلي الناس ديال المقدمة يبانيكيو، خصوصا في النتائج السلبية اللي تحققت. ملي كنقولوا المتصدر يتعادل دقيقة 104 أكيد أنها كتبقى نتيجة سلبية للجمهور ديالو. اليوم الرجاء دار قرب نوعا ما المقدمه بالاداء ديال اليوم، غتخلي تعاد الحسابات يعني بداو الناس كيفكروا، حتى اللعابه يتحروا نوعا ما من الضغط اللي عاشوه طيله هاد 10 مباريات الاخيره. شيء عادي كتلعب في واحد الفريق الجمهور ديالو دائما كيطالبك بالنتائج، كيطالبك بالاداء، كيطالبك بالالقاب، وخصوصا هذه السنه هذه المطلب الاول هو الشامبيونز ليغ. اللي مهم اليوم وجهه نظر ديالي اكيد ثلاثه نقاط كانت مهمه، وانما الاداء ديال مجموعه من اللاعبين اللي تحرروا نوعا ما اليوم، هذا هو اللي كان مبشر كما تقول. خلاص كتشوف يعني ربما البطوله ما بقت طويله يعني للفريق؟ لا زعما الحسم في البطوله، لا البطوله باقا ملعوبه، البطوله باقا يلاه لعبنا الثلث الاول من البطوله. الى 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 تذكرت الموسم اللي فاز فيه اتحاد طنجه في البطوله، فمرحله الذهاب راه كانت عندهم تقريبا جوج نقاط ولا ثلاثه، وقدروا انهم يفوزوا باللقب في اخر الموسم. كرة القدم ما تقدرش تحكم عليها، تفوز جوج مباريات ثلاثة مباريات تولي في الصدارة ولا في الكوكبة ديال المقدمة التصفيات. نوعا ما البطولة عندنا شوية 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 غريبة. الحمد لله الأداء ديال اليوم والنتيجة ديال اليوم غتحرر بالدرجة الأولى المدرب، تخليه يشتغل بأريحية، يخف نوعا ما الضغط على اللاعبين من المحيط ديال الفريق الرجاء الرياضي. كنتمنى هذه النتيجة هذه تزيد تعطي حافز أكبر للاعبين، لأن شافوا اليوم ملي فازوا بالطريقه وبالاداء وبالنتيجه، شافوا الفرحه ديال الجمهور وشافوا الاستقبال ديال الجمهور، هذا بحد ذاته يخليهم انهم المقابلات القادمه يعطيوا اكثر من هذا الشيء هذا اليوم. كلمه للجمهور اللي هو رقم واحد؟ لا ماشي رقم واحد، احسن لاعب في المباراه اليوم اكيد. شوف ملي يكونوا راك الجمهور هذا غادي يجي واحد النهار غادي تخرج من ذاك الضغط اللي كتكون فيه، غتفهم غيوصل واحد الوقت غادي تفهم باللي هذاك راه ماشي عتاب اكثر ما انه تحفيز، باش انك هادشي اللي تعودوا عليه الجمهور دراجة، هادشي اللي تعود عليه، تعود على ردة الفعل ديال اللاعبين. اليوم كانت عندهم ردة فعل ايجابية وايجابية ايجابية بزاف. حتى نقدر نحيي الجمهور على حاجة وحدة، انه ما نزلش يديه مع الرجاء، بقى ورا الرجاء، بقى ورا اللاعبين، تاف اللاعبين. واليوم راهم رجعوا نوعا ما شوية من داكشي اللي كيتسنى منهم الجمهور.